بعض المعلومات عن سيدنا عيسى عليه السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. كل الأنبياء كانت دعوتهم إلى دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى عن سيدنا عيسى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري؟ قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قالوا: واشهد بأننا مسلمون، أي على الدين الذي أمرتنا به. فدين كل الأنبياء هو الإسلام، إنما الفرق في بعض الأمور التي تتعلق بالشريعة. العلماء أغلبهم على أن عيسى لم يمت بعد، وبعضهم قال مات. الذي يكفر هو الذي يقول: الكفار قتلوه أو صلب. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فإذا قال قتله الكفار أو صلبوه فهذا تكذيب للقرآن. أما الذي يقول مات من غير قتل فلا يكفر. إني متوفيك ورافعك إلي، هذه العلماء قالوا فيها تقديم وتأخير، أي رافعك إلي، أي إلى السماء، إلى محل كرامة الله، ليس معناه أن الله يسكن السماء. فعيسى الآن في السماء الثانية وسينزل إلى الأرض قبل قيام الساعة. فهنا تقديم وتأخير، رافعك إلى محل كرامة السماء، ثم منزلك إلى الأرض قبل يوم القيامة، ثم متوفيك. هذا معنى إني متوفيك ورافعك إلي. لما ينزل عيسى عليه السلام يحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولا يحكم بشريعته، فهو الآن عليه السلام يصلي 5 صلوات لأنه يعمل بشرع سيدنا محمد. في شريعته إذا إنسان قتل قتيلا عمدا ما كان يصح أن يسامح على الدية أو مجانا، أما في شرع محمد فإنه يسامح على الدية أو مجانا. كذلك التيمم في شريعة عيسى المسيح ما كان، وما كان يجوز لهم الصلاة إلا في مكان مخصوص في الكنائس، يعني التي هي مثل المساجد، ليس هذه التي هي قائمة الآن، التي كانوا يصلون فيها، ليس الكنائس الموجودة اليوم. لو كان بيته بعيدا يذهب إلى هذه الكنائس ليصلي فيها، التي هي مثل المساجد، يصلون بركوع وسجود لله لكن بلسانهم، بلغتهم، باللغة السريانية. أما في شريعة محمد عليه السلام يصلي الشخص في أي مكان طاهر، ولو على الطريق. الذي لا يعرف الحقيقة يظن أن شريعة محمد ثقيلة، وفي الحقيقة هي سهلة، بل شريعة محمد أسهل الشرائع، أسهل من شريعة موسى وأسهل من شريعة عيسى. في بعض الشرائع التي مضت قبل سيدنا محمد زكاة أموالهم كانت ربع المال، أما عندنا في الذهب والفضة ومال التجارة الزكاة ربع العشر، أما في القمح ونحوها عشر في حال وفي حال نصف العشر. الحمد لله الذي جعل شريعة محمد سمحة، الله تبارك وتعالى جعل شريعة محمد سمحة يسرا. ثم في بعض الشرائع التي مضت إذا إنسان عمل معصية في الليل صباحا يجد ذلك مكتوبا على باب بيته: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر الأمور الشديدة، الله خفف عنا كثيرا من هذه الأمور.
وفي بعض الشرائع كان فرضا عليهم 50 صلاة في اليوم والليلة، وفي بعض الشرائع التي مضت الذي يرتد توبته بعد التشهد أن يقتل. وكان قوم موسى في مدة تغيب فيها عنهم 40 يوما، موسى السامري عمل لهم عجلا من ذهب وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى. موسى ذهب يبحث عن ربه 70,000 نفس لحقوا هذا الكافر، هكذا قال لهم موسى السامري، قال لهم إن موسى ذهب يبحث عن ربه وهذا ربكم والعياذ بالله، هذا العجل الذي صوره من ذهب. فلما رجع موسى غضب غضبا شديدا، فدعا الله موسى عليه السلام، ثم نزل الوحي على موسى بأن كفارة هؤلاء الذين كفروا ثم تابوا أي تشهدوا بأن يقتلوا، فقتل هؤلاء 70,000. فجعل الشخص يقتل أخاه وأباه لا يبالي حتى أبيدوا ماتوا كلهم. من كتب الله عليه الضلالة لا بد أن يضل مهما رأى من المعجزات. هذا السامري كان تحت حكم فرعون، موسى أنقذهم فلق لهم البحر، الماء تفرق وفي الوسط يابسة ثم ماء ثم يابسة وهكذا، ثم جاء فرعون ليلحقهم فالتطم عليهم البحر، التأم عليهم البحر فغرقوا. مع هذا كفر هذا الخبيث موسى السامري. السامري أصله كان من قوم يعبدون البقر، رجع إلى أصله. السامري ظاهرا كان مسلما لما جاوز البحر، أو حقيقة كان مسلما لكن تغير، الله قلب قلبه إلى الكفر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، والله تعالى أعلم وأحكم.